هذا سائل يقول أريد أن أشتري أرضا لكنها في منطقة فيها قبور تعبد، يقول أريد أن أشتري أرضا لكن هذه الأرض في منطقة فيها قبور تعبد، فهل يجوز شرائي في هذا المكان؟ إذا كنت تقدر على إزالة الغلو في هذه القبور جزاك الله خيرا، أما إذا كنت ما تقدر لا تشتري في هذا المكان، تجاورهم. نعم.